9 يعني 2 سبتمبر أيلول، تمنياتي للجميع بالخير. ما زال عطارد يتراجع في برج العذراء. عطارد هو كوكب السفر، الأوراق، المستندات، كوكب له علاقة بكل ما يجري عبر الهواء، سيارات، انترنت، كهرباء. وملاحظين انه هاي القصص كلها فيها جزء من كركبة لازم ننتبه لها. طبعا له علاقة دائما بالأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهربائية، يعني غسالة، براد، الأجهزة الإلكترونية، موبايلات، فكثير بدنا ننتبه على هذا الجانب بسبب تراجع عطارد، أعطال لا سمح الله. طبعا الزهرة تقريبا لآخر الأيام تتراجع في برج الأسد. ابتداء من بكرة رح نبلش نقول إنه تقدمت في برج الأسد، هو 4 بالشهر بس، يعني خلص صار في تقدم في برج الأسد. الأمور دايما بالتراجع بتعمل نوع من أنواع الإرباك على المستوى الشخصي، تقدم أضبط شوي، أحسن شوي، بس على كل لسه المتضايقين من التقدم أو التراجع عن المولود برج العقرب والدلو. ما زال المريخ في برج الميزان عامل بقى طاقة وحماس للميزان، لكن عامل بعض المشاكل الصحية أو القلق، خليني أقول الصحية، للحمل، السرطان والجدي. أول أخباري العزيز عزيزنا مولود برج الحمل، للأمور اليوم جيدة، كوكب المحبة ابتداء من بكرة رح يباشر تقدم ببرجك، ممكن مما رح يمنحك خطبة أو ارتباط أو وضع النقاط على الحروف أو نوع من أنواع تدعيم لعلاقاتك القديمة. أنت تمارس سحرك اليوم بوجود القمر ببرجك مولود برج الحمل، بيخلي أمورك إيجابية عموما، قد تفرح لأمور أسرية ويمكن تشعر أنه في إيجابيات العلاقة بالمحبة. مولود برج الثور يشعر بتيارات سلبية حواليه، ما بعرف، في شيء ما كتير مريح، عصبي يمكن شوي أو حساس شوي. هلأ في صراحة أكثر مما يجب يمكن من الناس اللي حواليك، ولا تهدر وقتك اليوم بمعاتبات، لأنه هاي الأيام أنت عم هيك عصبي أكثر مما يجب أو شوي مكركب، لذلك لا تتحكم فينا مثل ما بدك، ليس في هذه الأيام على الأقل. مولود برج الجوزاء، اليوم الأمور أفضل كثير من اليومين الماضيين، خاصة على الصعيد الاجتماعي. هاي الأيام لدعوة، لإعجاب، لتستقبل ضيوف يمكن، لتكون بقلب التجمعات المريحة، لتكون نشيط، تفتح أبواب عاطفية، خاصة هلأ تقدم الزهرة بقى في برج الأسد عم يعمل علاقاتك الأفضل، يمكن تخوض غمار المحبة، على الغالب يشدك الغريب والجديد. مولود برج السرطان، الحياة أنت اللي مانك مرتاح، حاول تحافظ على الانسجام حواليك، لا تخلي الحياة تتعاقبك على تهور، ربما ما بعرف في حدا عم يتدخل لك بحياتك، أو راجع ما تريد قوله قبل أن تطرحه على العلن، وحاول تحذر من تصرفات مستعجلة، يعني بعيد عن نوبات الكآبة والحزن، لأنه الأيام ممكن عم بتمس الأمور، عم بتمس كرامتك بطريقة ما. هلا عم ينتابك الضيق من بعض التصرفات اللي انت شايفها ما كتير منطقية. مولود برج الأسد، لا الأمور لك جيدة، خاصة لهدايا، اتصالات، لقاءات، عروض، كل واحد حسب وضعه بالتأكيد، بس هاي الأيام يكون في عندك أحلام وطموحات ربما تحصل عليها، تنجز أعمالك بطريقة جيدة، عم تجمع بين المتعة والتسلية، عم تشرح وجهة نظرك بهدوء ومتحمس عموماً، حواليك نوع من أنواع التعلم الإيجابي، عم تجمع أطراف علاقاتك وصداقاتك لترتب أمورك بشكل جيد. مولود برج العذراء، اليوم كمان يوم أفضل بكتير من كم يوم اللي راحوا، صار لك يومين مكركب، اليوم أنت أكثر سلاسة، تعاود اللحمة بين أصدقائك وتحسن التصرف، يعني علاقاتك أفضل يوم، ناس أنت بتحترمهم يمكن حواليك، عم تسمع نصائح، في تجارب أو اختبارات أو نوع من أنواع الخطوات الناجحة. هلأ هاي الأيام أيام جيدة، فيها سمعة طيبة لمولود برج العذراء. مولود برج الميزان، أنت اللي اليوم عندك تأجيل أو تأخير أو بعض العراقيل الصغيرة. هلأ أولاً لازم تنظم وقتك، ثانياً حاول تنتبه من أنه هاي اليومين آخر أيام التعب العائلي أو الشخصي، ممكن أنه تتعرض لتأجيل. أنا بقول الصبر هو اللي لازمك، واللي بتقدر تأجله أجله، ما رح تزعل على كل الأحوال، ولا تعاتب بهي الأيام. 100,000 قصة شاغلته لمولود برج العقرب، عمل كثير ومتعب. اليوم سبت، يفترض بسوريا عطلة، بس اليوم في عمل كثير، ما أنا يوم عطلة بالنسبة له، فيا مداوم عن غيره
يا اما عنده شعور انه انا عم بشتغل لحالي ما حدا عم بيساعدني. جسدك يمكن اليوم عم يمنحك اشارات ريحني ريحني ريحني، يعني هاي القصه تبعت فعليا الراحه لازمتك. انت تبدو نافذ الصبر ومستعجل لانهاء اعمالك. مولود برج العقرب، هلا انتبه شوي صحيا. مولود القوس، لا الامور لك ايجابيه وجيده، عم تعرض حجج منطقيه وعم تعزز الثقه فيك وبكلامك وعم تعتمد على ابتسامتك. اليوم الامور جيده، على الاقل في شيء انجزته على الغالب، في تواصل مع الاخرين بقدره فائقه يخزي العين. هاي الايام مليانه حظوظ، سواء لاطمئنان سواء لتحصل. مولود برج الجدي، اليوم انت اللي قلقان، ما بعرف على قصص عائليه او على قصص شخصيه. هلا غالبا الجدي والسرطان والحمل امورهم صحيه ليست الافضل، ويمكن هذا الشيء اللي قلقهم بهي الفترات، يعني عناد مفاجئ، عصبيه مفاجئه، قلق ربما. يعني انا بنصحك انك تتحملنا شوي، نحن اصدقائك او اهلك. مولود برج الجدي، وحسوب حساب لنا لانه نحن قاعدين بوشك، يعني نحن المستمرين معك، لذلك احسب لنا حساب شوي، ما تعصب علينا. مولود برج الدلو، اليوم الامور العلاقه بالسعاده او الفرج على الاقل. هلا بغض النظر انه الشهر القادم الماضي ما كان كثير مريح، الشهر هذا التاسع افضل شوي، بس عندك طاقه على المواجهه، عندك متغيرات وعم تنهي بعض المشاكل، كأنك مشغول بقضايا أسرة عائلة. يعني هاي الأيام على كل لتزدهر الآمال ولتعيش إقبال على الحياة. مولود برج الحوت، غالباً عم تناقش بعض الأمور المالية. ما فيني إنكر إنك طالع من شهر ونص كانوا للتعب المالي، هلأ الأشهر القادمة أفضل، سواء لصرف، سواء لترتب أمور مالية، سواء للطالب بحقك. بس كمان فيها صرف سبب الطوارئ أو قصص العلاقة بالإصلاحات. هلأ أنا بقول حاول تكتب اللي لازمك على ورقة عشان ما تصرف على الفاضي والمليان أشياء مانا كتير ضرورية. مولود 2/9، كل عام وأنتم بخير. العذراء المنطقي العاقل المتحفظ الذي يفكر 10 مرات قبل أن يقول أو يفعل أو يصرف، يندرج تحت قائمة البخلاء عموماً، يمكن لأنه بأرقى التفكير بآخر العمر، بيحب يأمن نفسه على كل الأحوال، تشوفوه بينتبه لمصروفه، باحث عن الكمال، بيحب يكون الأفضل حسب حجمه أكيد، بيحب يكون منطوي ومنعزل، محب للسلام وسيقابل الشجار بالصمت. سنة مهمة بالنسبة له، الكواكب داخلة على بيت المال، مما عم بيخليه الأفضل كتغييرات يمكن. فعلياً هاي الفترات للتغييرات بامتياز، خاصة على الصعيد العملي. هلأ الشهر القادم لا تتحسن أمورك المالية والشخصية، الأمور بس الزهرة بقى دخلت إلى برجك، يعني عموماً اللي هي 16 لا تدخل على برجك. رسائلكم أكيد على 18-45 من أي موبايل داخل سوريا. هبة ومحمد عم يسألوني عن علاقتهم، لستم في العلاقة الأفضل، رغم أنه الجوزاء والميزان إحدى العلاقات الجيدة، بس أنا بعتبر اتنيناتكم قليلين صبر، اتنيناتكم نأوزين، اتنيناتكم عصبيين، اتنيناتكم صريحين أكثر مما يجب. هلأ هاي الصراحة الأكثر مما يجب هي اللي عم تخلق شجار، يعني كلمة غير مقصودة عم تنفهم بطريقة خاطئة وهيك. هلأ أنا ما كتير بشوف العلاقة الأفضل بيناتكم، في دائما نقاشات، كل واحد فيكم بيحس حاله بالمال بيصرف على كيفه وانه هو الاصح، رغم انه اتنيناتكم مو صح على الصعيد المالي. من زيان، يسعد اوقاتك يا من زيان، عندك شهرين بياخذوا العقل استفيدي منهم، وانا بيخطر لي كثير ممكن انك تختمي السنه بافضل مما بدات. كوثر عم تسالني دراسيا، يعني اذا بدك تعتمدي على الحظ ما فينا نقول انه عندك حظوظ دراسيه، حظوظ دراسيه ممكن تكون بعد العاشر، بس الدراسه يا حبيبتي ما بدها حظ، بدك تعدي وتركزي وتدرسي. انت مشكلتك انك تدرسي من هون وبتنسي اللي درستي من هون، فخدي مني نصيحه، اكتبي اللي عم تدرسيه، سكري الكتاب واكتبي، شوفي الفرق بين اللي كتبتيه وبين الكتاب، حتحسي انه نص المعلومات ما كنتي كثير مركزه عليهم، بس فعليا كثير انتبهي على موضوع الكتابه.
جعفر عم بيسألني عن أموره، والله لسه في شهر للتعب يا جعفر، لسه الأمور لا تعتبر كتير الأريح بالنسبة لك، يعني على الأقل على الصعيد المالي أمورك المالية على عموما لا تعتبر كتير الأفضل. توافق بين رشاد وشهد بدون ما تبعتولي مواليد ما حتستفيدوا شيء. إيلاف عم تسألني سيد أوقاتك يا إيلاف، والله أمورك جيدة وإيجابية، وإيه بينجح الحمل بالإعلام يمكن لأنه قوي واثق من نفسه، بس إنه استشيري باعتبار الحمل من الأبراج اللي نادراً ما بيستشيره، بيعتبر حاله هو أصح حدا بالحياة، دائماً منغلط كلنا على كل الأحوال. يسعد أوقاتكم وتضلوا دائماً بخير. يسعد صباحك يا رب. شكراً كثير لك يا مدام. هلأ صار الوقت لنشوف الشكل